قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إنه يتطلع إلى الدور الدبلوماسي الكبير الذي ستلعبه الجزائر في المرحلة المقبلة للتوصل إلى حل نهائي عربي موحد للأزمة الليبية، لا سيما من خلال القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر. الاتفاق على قاعدة دستورية من أجل حدوث انتخابات في أقرب فرصة لابد أن يكون هو البداية من أجل إجراء انتخابات لكي يستقر الوضع السياسي في ليبيا، وهو بداية الاستقرار الكامل. كذلك نحن تحدثنا على الدور الأخوة في الجزائر المهم خلال الفترة القادمة، وخصوصا في القمة العربية من خلال خروج موقف موحد عربي. ونحن نعرف أن الدبلوماسية الجزائرية وأيضا حكمة فخامة الرئيس في إخراج موقف موحد من أجل القضية الليبية ومن أجل الانتخابات وإجراء الانتخابات في أقرب فرصة، في هذه الوقفة النبيلة سواء كان من فخامة الرئيس أو من السادة في الحكومة أو كذلك من الشعب الجزائري، نثمنه عاليا ونرى بأنه سيساعد المجلس الرئاسي في إجراء الانتخابات في أقرب فرصة، بالإضافة إلى ملف المصالحة.